السلام عليكم. راح أستأنف معكم بقية الشرح، وأنا فعليا أصلا كنت عادي من نفس المادة من أولها، بس إحنا فعليا في المحاضرة الأصلية وصلنا عند الماكروفيجز. أنا فعليا راح أعيد الريكورد اللي كان مش واضح على موديل، وإن شاء الله بيكون هلا صار الصوت أوضح. مثل ما حكينا، الماكروفيجز هم عبارة عن الإنفلاماتوري سيلز، المين إنفلاماتوري سيلز اللي بيكونوا مهمين في الكرونيك انفلاميشن. هدول هم المين سيلز ذات انديوس التشي انجري، اللي هو واحد من اهم كاركترستيك فيتشرز للكرونيك انفلاميشن، من خلال البرودكشن لكثير من الميدياترز زي الفري راديكالز، زي انزيمات البروتييز الهيدروليز، زي بعض السيتوكاينز اللي هم الكيميكالز اللي بيطلع من الانفلاماتوري سيلز، بعض الميتابولايتس اللي بيكونوا نواتج للاراتيرونيك اسيد ميتابولايت. وارجعوا على الرسم اللي رسمناه باول محاضره وتذكروا البروستاجلاندين والليكوتراينز اللي هم اهم ميتابولايتس من الاراتيرونيك اسيد. هي من جهه هاي الانفلاماتوري سيلز هي راح تكون اهم سيل لها علاقة بالدمج والإنجري اللي راح يكون مرافق للكرونيك انفلاميشن. هي حتفسر لك إنه ليش المريض اللي عنده فور إكزامبل روماتويد أرثرايتس حيضل يشكي ويعاني من وجع في المفاصل، ليش على اللونج ران حيصير في عندهم ديفورميتيز، ليش حيصحى الصبح عالبكير عندهم ستيفنس في الجوينت متيبسين. كل الفيتشرز هاي لها علاقة بالمدياترز أو المواد اللي بتكون مخزنة جوا الماكروفاجز وبيعملوا تشيو انجري. At the same time هاي الماكروفاجز هي الخلايا اللي راح نضل نحكي عليها في موضوع الريبير. في الريبير بروسيس بضل في عنا أذين الماكروفاجز هم المين سيلز اللي حطلع كثير من الفاكتورز that will help in the fibrosis in the repair process. fibrosis معناها تريف، يعني عملية التريف واللي هي واحدة من أشكال الريبير وهنحكيها later on مفصلا، راح تكون أهم خلية هنضل نحكي عليها إلها علاقة في الريبير هي الماكروفاجز. بتطلع كثير من الفاكتورز زي الجروث فاكتورز، زي الفايبروجينيك فاكتورز أو سايتوكاينز. في بعض الفاكتورز اللي بتساهم في موضوع تكوين blood vessels angiogenesis. فبالآخر مجموعة الفاكتورز اللي بيطلعوا من الماكروفاجز كلهم مع بعضهم بعض بيشتغلوا وبيساهموا في موضوع repair process. هدول growth factors هم رمزهم GF، هم أنواع كثيرة أشكال أنواع بشتركوا في شغلة واحدة إنهم they help in the repair process. رح نحكيهم بالتفاصيل later on، بس على الأقل في هذه السلايد مكتوب بعض الاختصارات لازم تعرفوها. في أول واحد اسمه platelet derived growth factor BDGF، في fibroblast growth factor اللي هو FGF، وفي transforming growth factor اللي هو TGF beta. فكل هذول growth factors مع بعضهم بعض بطلع من macrophages and they help in the repair process. طب وحكينا كمان شغلة إنه الماكروفاجز هي سلاح ذو حدين، إنه هي لها علاقة بإنهاء الأكيوت إنفلاميشن، هي راح تبلش الكرونيك إنفلاميشن. كيف راح تساهم الماكروفاجز في إنهاء الأكيوت إنفلاميشن؟ شو طبعا حكيناها كمان إنه هي هاي الخلية اللي راح تكون لها أهمية في التخلص من مخلفات الأكيوت إنفلاميشن، يعني النيتروفيلز اللي بتكون تشتغل في الأكيوت إنفلاميشن لما تخلص شغل وتنفجر وتطلع الفري راديكالز اللي بقلبها وتقتل البكتيريا وتخلص كل مهمتها في الأكيوت إنفلاميشن. حتضل في عندك إيش سميناهم دبري، دبري يعني مخلفات. لما تعملنا فاجوسايتوسيس يكون خلصتك من الأكيوت إنفلاميشن. نحكي شوي عن الليمفوسايت. هم بي أند تي نوعين من الليمفوسايت. التي مسؤولة عن إشي اسمه سيلولر إميونيتي، المناعة الخلوية، والبي الليمفوسايت عن المناعة السائلة اللي نسميها هيومرال تمام إميونيتي. الميونيتي معناها جهاز مناعي. البي لمفوسايت احنا نعرف شغلة واحدة انهم لهم علاقة بالتحول لايش سميناهم بلازما سيل، اللي هدول بيطلعوا الانتي بوديز او نسميهم احنا الاميونوجلوبينز الاي جي جي والاي جي ان والاي جي اي والاي جي اي. كل هدول الاميونوجلوبينز بيطلع من البلازما سيل اللي بيكون اساسها اصلا
بي لينفوسايت. فاللينفوسايت هم بي اند تي، واكيد بيشتركوا مع الماكروفاجز في الكرونيك انفلاميشن. شو علاقة الماكروفاج باللينفوسايت؟ احنا متوقع وصلنا لحد هون في المحاضرة الأصلية. انا حبيت ارجع اذكركم بالمادة الاول والجديد مشان تضلكم متذكرين المادة. قلنا انه